طيب شو ساوي؟ ما قدرت اني اهرب منها، هي دغري عرفتني. شو عم تحكي؟ هلا لا تعيطي، يعني شو بدي اعمل؟ اضطريت اني احكي معها. يا الله ليش هيك عملت؟ بس ما تكون قلت لها انه طارق هو بيكون نفسه ابنها. حاجة ربعة شو صار لك؟ لا تبكي، قلت لها انه حسان مات. ايه وشو عملت هي؟ يعني صدقتك؟ ايه صدقتني. خلص جيب طارق وتعال من شان الله بسرعة، انا خايفة انه تكشفنا ويصير بدها تاخد طارق. شبكي ليش ما عم تفهميني؟ طارق ماله راجع معي. سناء خانم شو صاير؟ والله ما بعرف، انت اسأل حالك شو صاير. انا سمعت حديثك كله، كنت عم تحكي مع مرتك عن موت ابني حسان. ليش عم تحكي لها عن هالقصة؟ في شي مخبي عني؟ وبعدين قلت لها اني صدقتك، قصدك علي ما هيك؟ انا فهمت عليك. اللي يا بيك انت شو مخبي عني؟ حسان عن جد مات ولا انت عم تكذب علي؟ انت فهمتيني غلط، انا ما كان قصدي عليكي. قطعتكم؟ عفوا انا ساويت شاي، صب لكم. يسلموا ايديكي. خلصتيني. صب لك شاي خالي سنا؟ لا حبيبتي ما بدي. خير خالي شو صاير بيناتكم؟ حسبنا الله، وانت شو بدك فيني؟ التهي بشغلك. إيه ما بيكون اسمي حنان اذا ما بعرف كل شيء، بس مليني يومي. يا بيك بس كلمة. ما صدقت هالمرة ما راح تتركني.